مرحبا، شكرا جزيلا السادة رجال الاعلام ديال اقليم تازا والوافدين خارج اقليم تازا بمناسبه التظاهره ديال مهرجان اللوز في نسخته السادسه، واللي هذه النسخه هذه عرفات زياره ديال السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعيه والسيد العامل والسيد المدير العام وكاله تنميه اقاليم الشمال. الاهميه من هذه الدوره اخترنا انه يكون مخالف عن باقي الدورات. اولا يكون فيها واحد الندوه علميه، وفي المرحله الثانيه ندوه في التاريخ، وثم مناسبه باش نعرضوا واحد المشروع عطاء انطلاقه ديالو اللي يشرف عليه السيد العامل والسيد الوزير ديال حمايه المركز مدينه اكلون فيضان. فمن خلال هذه الدوره بغينا باش نشجعوا المنتجين الفلاحين المحليين، وبغينا باش ان شاء الله نستافدوا من المرحله في النسخه السابعه باش يكون واحد المهرجان اللي غينفتح على الدول المجاوره منها اسبانيا. وهذا هو الاراده والعزيمه ديالنا، انه نجيبوا مستثمرين اجانب باش يكون واحد التنافس ما بين المنتجين المحليين والمستثمرين المحليين، كيفاش نستغلوا هذه التمره ديال اللوز تكون واحد الرافعه ديال الاقتصاد محليا ووطنيا، وكيفاش نجيبوا استثمار ونخرجوا الفلاح الصغير من الازمه ديالو، لان هي المورد الاقتصادي الوحيد ديال في المنطقه هي التمره ديال اللوز. الحمد لله المهرجان النسخه الخامسه السادسه عرف واحد الارتفاع ديال الثمن، وصل الان 120 درهم، اذا كيستافد الفلاح مباشر بدون وسيط تجاري، وهذا بكل صراحه اللي يهز شويه من الموارد الاقتصاديه ديال المنتجين الفلاحين. وزاره الفلاحه مشكوره، ومشكور السيد المدير الجهوي والسيد رئيس المجلس الاقليمي والسيد العامل ووكاله تنميه اقاليم الشمال على الدعم ديالها. ومناسبه كذلك كنشكروا المنتجين الفلاحين والجمعيات الفيدراليه اللي والمنتخبين ديال الدائره ديال اكنون على العزم والاراده ديالهم في انجاح التظاهره. ولنا موعد ان شاء الله في النسخه السابعه اللي بغينا نشوف يكونوا مهرجان منفتح على الدول المجاوره. وشكرا.